بلدية بجن والمنيعة على 6 كيلومتر 2 كيلومتر اون بريمير ترونش. هذا تكملة لي ترافو تاع البلدية اللي كانت خدمت 3 كيلومتر اون بيكوش، خدمنا 2 كيلومتر اون بيكوش اوسي بروجي d'un montant de 21, plus de 21 millions. Réalisation, délégalisation, 6 mois pour les 3 tronçons à 6 km, puisque l'eau a fait 3 lots, à 6 km en tout. Tout le mouassafat, on t'a fait un tariq. Mais il y a l'asaf, on n'a pas de voir que le tariq est un peu plus tard quand il vient de l'Isan. يعني من بعد عام والله على بالي غادي تكون 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 مهترئه خلاص. دونك كي نخدم مشروع اللي يرجع بالفائده للمواطن، باش نخدموا مشروع قال لنا خدمنا طريق برق ومن بعد غادي يتكسر ومن بعد غادي تولي بيست. لا لو سويفي تكنيك سي فري ماهوش مكتب دراسات اللي تبع سي لا سوب ديفيزيون، سي لا سوب ديفيزيون تسهر على المواصفات التقنيه، سي دو لونجون 2 مليار اي كالك بور لو بروجي و ريبريني افيك لونتربريز با دو بايمون ما كانش خلاص الا والطريق تكون في المستوى نتاع التقنيات المتطلبه. يعني الطريق تكون فعلا طريق، المواطن عنده الحق باش تكون عنده طريق اللي تكون في المستوى واللي تكون في تشد على الاقل على الاقل ديزون نفتيز لا دي تي بي تاع الطريق هذه مع لا اس تي بي ومع لونتربريز دو رياليزاسيون. لازم الطريق هذه بواطيت الربريز بالمواصفات التقنيه المطلوبه، ما فيش ما نتلاعبوش بالاموال تاع الدوله، السنتيم تاع الدوله لما يخرج في الاطار المطلوب وبالتقنيات لي تكنيسيتي يعني المطلوب كو سوا كلير. يعني او كورس الامي العام كل لا سيمين بروشين اكسبرتيز بلا دي تي بي افيك لونتربريز افيك لا اس تي بي باش الطريقه هذه تكون في المواصفات المطلوبه. سما هي طريق فيها دي باساج ياسر، نحن هزينا منها زوج اللي فك العزله 1 مليار وانا فتح وتعب لات المسك عرب نص تاع الوجه بالطريق المنيع على مسافه التوكل الطريق هذه خرج منها على التوكل. العمليه تاع ربط الغاز بالنسبه لل الانجاز العمليه يبان على السيدي احمد 120 يوم وكملت العمليه بمبلغ 1,550,000 دينار. حلول ناجعه للتكفل بالنقل المدرسي، للتكفل بالمطاعم المدرسيه، للتكفل بظروف احسن. يبقى سي ان بروبليم دورغانيزاسيون، يعني المشكل تنظيم، مشكل مثلا السائق الصباح لما يوصل التلاميذ يجي من 8 ل 12 راه مريح، يهز سيترنا تاع الماء والله يهز تراكتور يسربي الماء للمواطنين، خمسة ندخلوا في التسيير اللي يسمح لنا نتحكموا في الوسائل القليله اللي راهي متوفره. اربع سكنات ولا خمسه نفس الاسره يخلصونا فطال تعمر لهم لا سيتيرن تاعهم وتهنينا مشكل تاع الغاز في هذه المداشر وهذه القرى لان راهي مبعثره. باش يوصل الغاز بان ريزو كونفونس لازم دراسه ولازم متابعه ولازم تسجيل العمليه وفوت مارشي يفوت العام ما وصلوش الغاز. كي نديروا لو سيستيم دو بروبان كيما رانا درناه في المدارس نديروه على مستوى هاد التجمعات السكانيه نربحوا الوقت نربحوا في الـ في الـ في الـ في لوكو في التكلفه نتاع المشروع والمواطن يكون مستفيد من الغاز في ظرف وجيز في ظرف قصير جدا. لا ميم شوز كونسيرنون نفس الشيء يعني فيما يخص التمويل بالمياه الصالحه للشرب كاين دي بالياتيف كاين يعني حلول بديله. نفكروا في الحلول البديله هذه افضل من انك تسجل دراسه وتستنى باش توصل الماء على عام ولا عامين ولا تخلي المواطن حاصل في التراكتور. ان تراكتور ياك المواطن يستعمل التراكتور، البلديه تدير اقتناء تاع جرارات
بسهاريش وتمول المواطن ميم سي لوفون نشروا سيترنا تاع 3000 ولا المجموعه السكنيه وتعمرها البلديه في الصباح تهنا سيمانه من المياه الصالحه للشرب نتاع الدشره هذيك ولا نتاع القريه هذيك. هذا في حال ما يكونوش موجودين لي فونتين بوبليك ولا لازم هاد الحلول، لازم تغيير الذهنيات، لازم نمشي الحلول بديله، لازم نستجب المتطلبات نتاع المواطن في ظرف قصير. هذا ما يعنيش ما غاديش نوصلوا الماء. التوصيل نتاع الماء في الشبكه التقليديه راه داخل في اطار التنميه العاديه، بي سي دي بي اس دي تو لي بروغرام ديفلوبمون، كل البرامج التنمويه نتاع الدوله يدخل فيها في هذا الاطار، ولكن ما نخليهش يستنى. نوصل له الماء، نوصل له الغاز، نوصل له الكهرباء عن طريق الكهرباء لينيرجي سولير ليكيت سولير. علاش ندير 20 فوتو ماشي لدار واحده؟ سي با نورمال. يعتبر تبذير تاع اموال الدوله. اليوم كل سنتيم لازم نتحاسبوا عليه، كل سنتيم يخرج لازم نتحاسبوا عليه. يعني علاش 20 فوتو رايحه لدار واحده وماهيش مسكونه خلاص في بعض من الاحيان؟ يعني اللي يجي يسكنها شهر ولا شهرين و20 بوتو تلقى، ندير لها كيت سولار تو سامبلومون. لورسكو تاع اربع سكنات ولا خمسه ندير لهم كيت سولار ونتهنى. يعني لازم التفكير يتغير، لازم نروحوا لهذا النمط نتاع 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 هاد لي سوليسيون بالياتيف. نشكرك على الزياره اول مره باش يوصلنا وارد للمنطقه هذه المعزوله. فك العزله الطريق هذا اللي ما بين قريق بلدية قريق وبجين حوالي 2 كيلومتر الشطره هذه كملوهن، وكاين الشطر باين المنيعه هذه المنيعه وفجر الطين. كان الملف نتاع بني الريفي هنا في البلد. إدارة سكن ريفي وقاعة متعددة خدمات. بلدية بجهة في أولويات المنطقة في أمس الحاجة إليها، أولا على مستوى مناطق الظل فك العزلة عن مناطق الظل. دورينافون سي ليتود هي اللي تسير الاماكن تاع اون سيرفيس، مي دورينافون ما بقاش مقبول، هذا الامر ما بقاش مقبول. نستجابوا للمواطن في اقرب وقت ممكن، عام روز. ساكن في الحي هذا، نباركوا المشروع ومتشرفين بالزياره تاعك، هذه شرف للبلديه. سيد الوالي احنا ممكنك هدرت الشيء اللي كنا راح نهضروه على الروتار وكذا، المهم احنا الحمد لله يعني داروا لنا الحمد لله ربي وصل الحمد لله. نتمنى هذه بفضل مجهودات ان شاء الله، هذه بفضل مجهودات تاع الدوله وعلى راسها انتم سيد الوالي. كاين عندنا مطلب برك، سكان الحي هنا كلفوني اني نبلغ الانشغال وانا من ضمن السكان اللي هنا. نتمنى يكون عندنا غاز طبيعي. مازال وجه الطلبات نتاعنا الله يعطيك الخير، الطريق والريز وراه كون يقيس واحد ولا يشعل واحد ما نسمعوه، وماذا بينا تعطينا مكافحة الانجراف سدود نتاع التربة وهاك تشوف. لكل المستفيد بلاد الشرقية والغربية ومشاتي لجن الغربية، حيث تم إنجاز خزان بسعة 300 متر مكعب به 8 لتر في الثانية مع قنوات توزيع لكل من هما دي بون فونتين بري فابريكي، يعني في النهار ويتحطوا ومرافقين سيرون اوبيراسيونيل في المستقبل. اي حاجه نستشير المواطنين اكيد، لان غادي يرجع لهم كي نخدموا الطريق من الطريق هذه. صح انت دينارت الناس اللي راهي تسكن في الريف هذا، لما ندير المال شكون الماء هذا؟ الناس اللي راهي هنايا
كي ندير الكهرباء لمن؟ الناس اللي راهي هنايا لازم يشاركوا في القرار. يعني قال حنايا هالمجهود نتاع الدوله بصح الباقي يبقى على المواطن. صعبه تتخذ الاجراءات اللازمه لتسجيل على الاقل الدراسه يعني تود سويت والانجاز عن قريب ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. نبداو في الاماكن اللي راهي صعيبه لي بوز لي كي هادو ولازم ندعموا الطريق باش ما تحبس في حاله الحمله والله، ولكن الطريق لازم تخدم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الرساله نتاع الحاج راهي عندي المطالب نتاعكم. بارك الله فيك. بارك الله. أرض الشهداء أرض الأبطال. مرحبا بالسيد الوالي والوفد المرافق له. هذه تحتمت علينا، عندنا مدرسة الفوق، مدرسة شوشان باسم شوشان عبد الله، ما عندهاش طريق، رانا نعانوا من الطريق. الطريق هذا قال لي رئيس البلدية راهو رزق لي. الدولة راهي هنا باش تحل هذه المشاكل. على بالي. ودي هاد الشوفي مسكين جايزور لا يمشي لا يروح. عاد راسي لو هو يجيب مساعدة اجتماعية. صح يكون الخير ان شاء الله. ان شاء الله. تاع المجاهدين رب العالمين كي يجيو الناس الغلط وعطونا الماء والتريسيتي وعلاش نصدوا لديارنا كيما بكري. والحمد لله نشكر السيد الوالي تعاوننا على السبيطار نتاع العقل. رانا في حاله دونيه. القارب الحج. رانا في حاله دونيه يا ولدي يرحم والديك. لا المشكل تحل نتاع السبيطار ويكون في حيز الاستغلال في اقرب الاجل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربي يهنيك. ربي يبارك في العمر ان شاء الله. الله. وهذا الخير ومازال الخير مازال الخير لقدام ان شاء الله. مشروع تمارود بلدية العقلة ودائية العقلة ومسجلة أيضا برنامج تكميلي 2013 التي تهدف إلى ربط 67 سكن بطول شبكة MTBT 13.7 كيلومتر 1.5 كيلومتر MT والباقي BT وعدد المحولات الكهربائية 2 محولين بسعة 160 كافيا. وقتاش تكون الالكتريسيتي عند المواطن؟ نهايه الاشخاص تكون سيد الوالي 16 مارس 2021. يعني كي بروبوز il faut créer des ouvertures pour laisser les passages des gens. Hein, les ouvertures, hein, nous, qu'il y a une ouverture sur le talweg principal, hein, ce sont des galons. Il y a 4 compartiments. Là, c'est un galon. C'est un galon à 3 compartiments. Là, c'est un galon à 3 compartiments. Les faïdanats, c'est nous qui nous sommes. C'est de notre Dieu. يعني قادر في 24 ساعة تصرى الكارثة. دونك ما لازمش نعرقلوا الشيء اللي نقدروا نديروه باش نحموا المواطنين. إلو كان لازم ننحوا الطريق ننحوها. إلو كان ندو طريق لجهة أخرى ندوها لجهة أخرى. مي ما نخلوش مشكل اللي غدوة يخلي المواطنين يعني في وضعية نتاع حياة أو نتاع موت. أولا فيما يخص الماء الشاروب. نحن في بئر التراب في هذه المنطقة الشاسعة التي تمتد من دائرة العقلة من حدود دائرة العقلة حتى إلى صونطراك رقم تعزيزي إلى الجبرية إلى فج بسباس شوشان. رانا ننام على كم هائل من المياه ولكن للأسف رانا نشرب في الماء المالح. وزارة الموارد المائية فيه وزارة الأشغال العمومية، احنا الانشغال هذا نطرحوه بالملموس بالدراسة بالقالها شحال نطلبوا باش نفكوا هاد الجهة بالطريق وبالحفاظ على المواطنين من الفيضانات. هذا هو بروجي في المنطقة. عاش شطرين، الشطر الأول تم إنجازه أوفرتير البيست
كان كونفي لونتربريز بريك الربيع في الاونتنير دون لو كادر لافسيسيال 2018 اللي عاش فيه 100% بليزوفراج تاعو كنا خدمنا ليزوفراج ليزاكوتمون السيري ديال اللي برنامج السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون ثمنا حقا وسررنا حقا بزيارتكم الاولى بصفتكم مسؤول منذ الاستقلال. السيد الوالي المحترم نتمنى من شخصكم المحترم دعمنا بصفتنا سكان دوار قساس ديروا بير هذا تولي مستقل المنطقه على المزرعه لان نفس البير اللي كان يمول المزرعه هو اللي كان يمول المنطقه هذه كي نزيدوا البير جديد لان المنطقه هنا ما فيهاش الماء الحلو لازم نجيبوه من بعيد وهذا على واس سجلنا البير هذا اللي غادي ان شاء الله يمول المنطقه هذه الطريق ان شاء الله تكون قدرون ان شاء الله.